الـ RGT المستوى الثالث الأداء. انت عزفت يا بتاع البيانول وجعت دماغنا. اهلا بيكم، النهاردة هنكمل في حلقات كورس الـ RGT البريطاني. النهاردة حلقة مهمة جدا، الأداء. اتعلمنا في الجزء الثالث او في الليفل الثالث بعض السلالم وبعض الأربيجيوز، وتعلمنا كمان الإيقاع، ازاي نعزف إيقاع وازاي نحس بالإيقاع ونبتدي نعزفه مع الكوردات اللي احنا تعلمناها في المستوى دوت. فاحنا دلوقتي هناخد في مستوى جديد بقى، خلاص عملنا الكوردات، فاحنا ممكن نعمل على الكوردات سولو او ارتجال. سولو يعني ارتجال، او بيسموه ريف في بعض المصطلحات يعني الانجليزية، واحنا بنسميه عندنا ان هو الراجل اللي بيمسك الجيتار قدامه ويعزف لحن ليد او لحن قائد وراه خلفية من الموسيقى بتمهد له الموضوع ده. اللي احنا هنعمله النهاردة مش مدروس، يعني مش حاجة هتحفظها وتعملها، لا، ده احنا دلوقتي انت حافظ دلوقتي سلالم وحافظ أربيجيوز وفي كوردات عزفناها وسجلناها، فاحنا دلوقتي هنعزف على كل دوت ارتجال من جواك اللي نفسك فيه كموسيقى باستخدام السلم اللي انت فيه ده، ولو تقدر تعرف انت على كورد ايه بالظبط فتحط الاربيجيو المناسب ليه، ده هيبقى مرحلة متقدمة شوية فما تشغلش نفسك بيها. لو تقدر تعمل كده اعملها، ما تقدرش خليك على السلم وحاول تعمل موسيقى، يعني حاول تعمل موسيقى في اللي انت عامله، يعني الموضوع اللي انت هتقدمه يكون فيه موسيقى واحساس يجذب اي حد معدي مستمع يقول ماشي في حاجة في موسيقى يعني. ولو لقيت جمل فيها حلو عجباك خدها وثبتها، بحيث انك بعد مرة 2-3 تمرين يبقى انت بقى عندك تركيبة هتستعملها في اللحن اللي انت فيه دوت، وتقدر انك انت فعلا تعمل ارتجال عليه. يمكن انت حافظ اجزاء كبيرة منه، ودي الشطارة، الناس هتفتكر انك بترتجل بس لا، هي جمل اتحفظت جواك وبتقدر تعملها. فلو لقيت حاجة حلوة ثبتها واعرف انت بتعملها فين وكررها وركب عليها الحان. الكوردات اللي احنا هنشتغل عليها ديت كوردات موجودة عندك في المقرر بتاع جريد 3، والسلالم راجع حلقة السلالم هتلاقي السلالم هي من السلالم اللي احنا اخدناها في المستوى الثالث. طب امال ايه اللي انا هاخد بالي منه بقى في نقط صغيرة قوي؟ لازم تاخد بالك من البرفورمانس نفسه. حاول تعمل الطريقة اللي احنا قلنا عليها في السولوهات، ان احنا نعمل جمل، يعني تعمل جملة وتستنى وترد وتاخد نفس وترد وتعمل تستنى، يعني حاول تخلي الموسيقى بتطلع منك على اساس انها جمل تكون العبارة الموسيقية. تعالوا نسمع كده حاجة يعني ارتجال ليا هنشوفها عليها، وبعد كده انت حاول تقلد وتعمل الارتجال بتاعك. انت مقرر عليك 3-4 سلالم هتعمل عليهم الارتجال دوت، انا هعمل واحد منهم بس، هركب لك باقي السلالم وهحطهم لك كخلفية موسيقية على الصفحة بتاعتنا بتاعت الكلاود. فانت لو رجعت الحاجات اللي بتبقى موجودة اسفل الفيديو هتلاقي عنواننا على الفيسبوك لو في اي سؤال، وهتلاقي كمان العنوان بتاع الساوند كلاود بتاعنا، هتلاقي عليه الاربع مقطوعات خلفية بس، وانت هتاخد المقطوعة ديت الكوردات ديت او الخلفية الموسيقية ديت تشتغل عليها السولوهات بتاعتك.
محاولتنا في اننا نعمل جمل موسيقية او صلهات او ارتجال على خلفية موسيقية ثابتة من الكوردات اللي احنا اخدناها في المستوى دوت باستخدام السلالم اللي احنا اخدناها في المستوى دوت. واشوفكم الحلقة الجاية.